احسب التكامل من 0 لواحد اكس على واحد زائد اكس كاري لكل اس 2 دي دي اكس. اذن هذا التعبير هذا يمكن لي نكتبوه على شكل من 0 لواحد. عندنا واحد زائد اكس كاري الا درنا لها ديريفي غتعطينا هي 2 اكس. اذا يمكن لي في المقام نكتب واحد زائد اكس كاري بريم. طبيعة الحال حنا عندنا اذا نقسم على 2 واحد على 2 واحد زائد اكس كاري الكل اس 2 دي ديال اكس. اذا كنعرفوا بانه الا كانت عندنا اف بريم على اف كاري فالداله الاصليه ديال هذا التعبير هذا هي واحد على او ناقص واحد على اف. اذا واحد على 2 الداله الاصليه ديال واحد زائد اكس كاري على واحد زائد اكس كاري الكل اس 2 هي ناقص واحد على واحد زائد اكس كاري. طبيعة الحال من 0 واحد. اذا كنديرو التعويض واحد على 2 كنعوضو اكس بواحد اذا هي ناقص واحد زائد واحد مربع هي واحد على 2 ناقص زائد هي زائد كنعوضو اكس بصفر اذا زائد واحد. اذا ناقص واحد على 2 زائد واحد هي واحد على 2 مضروبة في واحد على 2 هي واحد على 4.